الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كلمة صغيرة إن شاء الله تعالى. قبل أن أتحدث عما جاء في الكتاب، أود أن أنصح إخوتي وأخواتي، باش عندكم يلعب بكم الشيطان ويقول لكم راه صافي أقمتم ليلة القدر يكفيكم، عندكم 83 سنة ديال العبادة، الله يجعل البركة. راه الشيطان كيلعب كيضحك على الناس. فايت اتونسيون كو لو ساتان لو ديمون فيان فو دير ابا ايكوت تايتي انا موسكي ساتنوي سي ليلة القدر. اي ليلة القدر فو 83 ans d'adoration d'Allah, 1000 mois d'adoration, ça te suffit. Baraka alik, Allah yajal baraka si f'na'as. Va dormir. Attention. Baqi l'khir l'uddam. Wa la nadri ayna laylat al-qadr. Qadr nطلب الله انها تكون هذه الليله. لكن من يدريكم؟ شكون اللي قال لنا؟ تقدر تكون الليله الجايه، تقدر تكون الى نهايه رمضان. اذا المعنى انا خصني نخدموا حتى الاخر ديال الشهر. واش فهمتوش؟ واش بغيت نقول لكم ولا فهمتوش؟ ياك ما صايمين ما بغيتوش تكلموا. سبحان الله، هل فهمتم ما قلت؟ قولوا غير نعم ولا لا، حنا من جوج. الا قلتوا لا غادي نوض في حالاتي، الا قلتوا نعم نزيدوا الكلام في الهضره. اسكو فوز افي كومبري اسكو جو فيان دي دير؟ اسكو سي سا La réalité, c'est ça. Le Satan, il est toujours là. Les petits démons, là, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que les petits démons, là, ils sont là, ils sont en train de faire des problèmes. Donc, il ne faut pas écouter ça. Là, on est au 27e jour de Shawwal. D'accord, c'est bien. Donc il nous reste encore 27, 28 et 29. Allah a'lam, est-ce qu'il y a 30 ou il n'y a pas? Allah a'lam, on va voir, Inch'Allah. Donc ces trois journées, il faut travailler. Il faut faire des adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut réciter le Coran, lire le Coran. L'adkar, Allahumma innaka afouan tuhibbu l'afou afou anni. Et ainsi de suite. Ne lâchez rien du tout. Voilà, c'est ce que je veux dire. Matlaqou walou. كونوا على بالكم، ما يقول لكم الشيطان راه صافي نجحتوا وصلتوا للنتيجه الكبيره. وزيد اغيبي او بلو او ديغري دادوراسيون ديال الله سبحانه وتعالى. نو الفو ترافي الفو انكور سي يا ريان، ما بقى والو. الحمد لله ثلاث ايام باقيه. دونك هاد الثلاث ايام هادي نحاولوا نجتهدوا فيها. الصلاه، قراءه القران، اذكار، صدقات، اي حاجه اللي جات اللي كيحبها الله عز وجل نديرها في الثلاث ايام الباقيه. توسك الله عز وجل ام اون فا ايسيي دو لو فيغ كوم سا اون فا مودي لو ساتان ولا دير تي كوني غيان سي نو لي بلو فور ان شاء الله تعالى. داكور، متفقين كلكم؟ يلا غادي نخليكم تنعسوا. تنعسوا، بارك عليكم، الله يجعل البركه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.